الجانب الاخر الكابتن ايمن مزين المدير الفني لفريق الاسيوطي. يعني كابتن ايمن مبارك لك النهارده على فوز كبير على فريق طهطه في ظل تعادل وتعثر تليفونات بني سويف وسوهاج. والله بنحمد ربنا طبعا، بقول للكابتن اشرف هارد لك وبالتوفيق في المباراه الجايه، ومسي على الكابتن محمد الليسي وضيوف الكرام اللي معاه في الاستوديو. بقول الحمد لله ماتش يعني بعد دروبات شويه في المستوى والنتائج، فالحمد لله رجعنا للنتائج الايجابيه. مهمين قوي الثلاث نقط، وزي ما احنا بنقول من فتره ان الدور الثاني الثلاث نقط فيه بست نقط مش ثلاث نقط عاديين. النهارده برضو المشكله اللي على ملعبنا، الفرق اللي بتعافر في الهبوط واللي بتنافس على الهبوط هي اللي جايين على ملعبنا، الفرق اللي مرتاحه في الجدول اللي احنا طالعين لها بره. بس برضو اللي بنقول الحمد لله النتائج النهارده كانت خدمتنا شويه بتعادل سوهاج وتعادل التليفونات. ببارك لعيبتي على النتيجه النهارده. الشوط الاول كان ماشي بشكل كويس وزي ما احنا كنا عايزين وزي ما اللعيبه كانت عايزه وماشي باريحيه. الشوط الثاني اتكهربت الامور شويه باحرازهم الهدف، وقعدنا 10 دقائق كده مضغوطين ومش منظمين في الملعب، وبدانا نشتغل شغل عشوائي شويه. الحمد لله قدرنا بعد 10 دقائق ندخل الملعب، ندخل الماتش تاني ونجيب ضربه الجزاء دخلتنا الماتش بشكل كويس وقدرنا نسيطر على الجيم تاني. بقول الحمد لله الثلاث نقط غاليين جدا، الثلاث نقط الفتره ديت بتقربنا خطوه كبيره جدا جدا ناحيه الصعود. يعني كابتن ايمن، غياب اكتر من عنصر مؤثر عندك، غياب محمود صلاح وغياب محمد عنتر، ولازم اسالك على هشام نمار. يعني اعتقد هشام من هدافين الفريق، لكن ما بنشوفوش بشكل اساسي، دايما بينزل احتياطي، لكن في ظل ذلك احرز 7 اهداف. بص طبعا نيمار وعنتر ومحمود صلاح طبعا كان لازم، اللعيبه تعبت وارهقت الفتره اللي فاتت، جزء كبير من تفكيرهم بدا يتشتت شويه، فكان لازم ان انا اعمل روتيشن واجلعب المجموعه تانية تقدر تادي بشكل كويس. الحمد لله يمكن مندي كان ادى بشكل كويس وكريم ادى بشكل كويس النهارده، ومحمود صلاح وعنتر من العناصر الاساسيه والعناصر اللي ليها دور كبير جدا 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 في الفرقه، فكان لازم اعمل تغييرات في الفرقه الفتره ديت بمقدار معين او بحدود معينه، بحدود 10 15% بكتير قوي، بحيث ان انا تجانس الفرقه يبقى موجود، ما اقدرش ان انا اعمل تغييرات كتيره تبوظ لي شكل الفرقه. فالحمد لله الحمد لله ظهروا مظهر كويس. وجود محمود وصلاح وعنتر دول دعائم اساسيه في الفرقه، ما نقدرش نستغنى عنهم في اي وقت من الاوقات، بس هي عمليه راحه للفتره اللي جايه وليهم دورهم. نيمار من الكروت اللي انا ما بقدرش استغنى عنها، بس للاسف كان انا كنت هعمل تغيير بدري قوي في الشوط الاول الشوط الثاني، وكنت هنزل نيمار، بس الجون اللي دخل فينا بوظ لنا حسابات، اضطرينا ان احنا نقفل نص الملعب شويه عشان ونعمل زحمه نص الملعب عشان نمسك نص الملعب. فكانت تغييراتي دفاعيه مش هجوميه وتنظيميه في الملعب، يعني التغييرات كلها تغييرات. يعني دايما هشام نمار كده بنلاقيه على دكه البودره، لكن في ظل ذلك 7 اهداف ومن هدافين الفريق. لا نيمار لعيب كبير جدا وليه مستقبل كبير، وبقول لحضرتك انا كنت الشوط الثاني كنت هعمله تغيير بدري، يعني كنت عايز اديله فرصه اطول شويه وانزله بدري شويه، لكن تغييراتي غصب عني ان انا تغييرات دفاعيه شويه، تنظيم وتنظيميه في الملعب، لان فريدي بدات كانت بدات تتفرك شويه. بس مش كده يا كابتن، شاكرين ربنا يعني.